الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا توادروس للاطمئنان على صحته. القوات الروسية تكثف قصفها لعدة مناطق أوكرانية بعد انتهاء الهدنة التي أعلنتها موسكو بمناسبة أعياد الميلاد. الصين تعيد فتح حدودها بعد مضي 3 سنوات على القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم. أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للاطمئنان على صحته. وأوضحت الكنيسة في بيان أن البابا توادروس الثاني طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي معربا عن شكره على اهتمامه ومشاعره الطيبة. وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها بشأن صحة قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن قداسة البابا أجرى عددا من الفحوصات الطبية إثر حالة الإجهاد التي عانى منها خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف البيان أن نتائج الفحوصات وتشخيصات الأطباء المتابعين أظهرت أن قداسة البابا بصحة جيدة وأن حالة الإرهاق جاءت نتيجة للمجهود الذي بذله قداسته خلال الأيام الماضية أثناء الاستقبالات المتواصلة للمهنئين والمحبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى جانب العمل الرعوي المكثف الذي قام به مؤخرا. وطمأنت الكنيسة الجميع أن قداسة البابا بخير ويستأنف عمله بشكل طبيعي خلال أيام. في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تراعي معايير حقوق الإنسان، قام قطاع الحماية المجتمعية بتنظيم احتفالات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهو ما يؤكد الحرص على إحياء المناسبات الدينية وتقويم سلوكيات النزلاء وتصحيح المفاهيم الدينية. تنساب ترانيم عيد الميلاد المجيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد رعي عند إنشائها تخصيص دور للعبادة لتتناسب مع إحياء المناسبات والشعائر الدينية تم تجهيزها لتبدو كدور العبادة في الخارج مع وجود رجال الدين المسيحي وسط النزلاء لتقديم الوعظ لهم. احنا صلينا قداس عيد الميلاد زي ما بنصليه في الكنائس بره بالظبط، ما فيهوش اي اختلاف، كله كامل، قداس كامل والحان كامله وكل حاجه صليناها كامله. زمان كنا بندور على مكان، ربنا مبارك دلوقتي عندنا كنيسه، ربنا يبارك ويديم لنا رئاسه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الصراحه التواجد الفعلي والحب الحقيقي اللي ظاهر ده ملموس، ما هوش كلام. لينا وجود، لينا حياه، الأولاد بيخشوا يقضي صلاتهم الدينية في وقت اللي هم عاوزينه. الإخوة النزلاء حاليا في الأيام دي بيعيشوا أفضل أيام حقيقي. هو بينفذ عقوبة لكنه معد ليه مكان مؤهل منظم بيرتفع في مستواه الإنساني، ده شيء انفرد به التاريخ في هذا الزمن. احتضنت دور العبادة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل قداس عيد الميلاد المجيد بالتزامن مع إقامته بالخارج، وهو ما تحرص عليه وزارة الداخلية كأحد أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تحرص على تصحيح المفاهيم الفكرية وإحياء المناسبات الدينية ومراعاة الأبعاد الإنسانية في تطبيق العقوبة. أنا في كنيسة، أنا بصلي، معنا أبونا جاي من الشارع، بشوف ناس جاية من الشارع،
فأنا حاسس إن أنا وسط أهلي. الحفلات دي عامة بتحصل هنا في الكنيسة، بتحصل على طول يعني في المناسبات عندنا على طول بتحصل، وبنيجي وبنتجمع هنا وبنحتفل بالعيد مع بعضينا. أجواء العيد تسيطر على المكان، والفرحة بين النزلاء كانت كبيرة بعد أن هيأ قطاع الحماية المجتمعية كافة السبل لإقامة القداس لتعزيز الجوانب الروحية التي تسهم في تقويم النزلاء وتقويم سلوكياتهم. مقضي العيد حاسس ان انا وسط ناس فعلا بتحبني وبتخاف عليا، ودي بفضل الجهود المبذولة لوزارة الداخلية والقيادة السياسية اللي فعلا بتنقل بلدنا لجمهورية جديدة بالفعل وليس بالكلام. مراكز الإصلاح والتأهيل عند إنشائها كان الحرص من وزارة الداخلية على تجهيز أماكن للعبادة بها لإحياء المناسبات وإقامة الشعائر الدينية كأحد متطلبات حق الإنسان، والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ده مجد ربنا، دي إيد ربنا وسطينا، إن عشان يقول لنا إن كلنا واحد. ربنا يوفقكم جميعا يا رب، يسعدكم جميعا، عيد سعيد عليكم جميعا. عاد القتال إلى محاور عدة في أوكرانيا بعد انتهاء الهدنة التي أعلنتها روسيا خلال أعياد الميلاد. وأعلن الجيش الروسي أن قواته تقدمت في مدينة سوليدار الاستراتيجية في محور بخموت بمنطقة دونيتسك. وأفادت أنباء أخرى عن سقوط 5 صواريخ روسية في خاركيف، في حين استؤنف القصف الروسي في مدن أخرى من أوكرانيا. وأعلنت سلطات زابوريجيا عن وقوع انفجارات في منشآت عسكرية أوكرانية شمالي المقاطعة، كما أضافت أن الانفجارات طالت أيضا بنى تحتية أوكرانية. حذرت تقارير استخباراتية أوكرانية من أن الكرملين يخطط لموجة تعبئة جديدة تشمل 500,000 روسي للقتال في أوكرانيا بدءا من منتصف يناير الجاري. ونقلت مجلة بوليتيكو الأمريكية عن مسؤولين بالاستخبارات الأوكرانية قولهم إن الكرملين يحضر لموجة تعبئة يتوقع أن تكون أكبر من سابقتها التي تمت في الخريف وشملت 300,000 روسي. وقال أندريا تشارنياك المسؤول بهيئة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن الحملة الجديدة ستطال المدن الكبرى بما فيها بعض المراكز الصناعية الاستراتيجية في روسيا. من جانبه وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إعلان روسيا وقف إطلاق النار في أعياد الميلاد بأنه مخادع. وأكد زيلينسكي أن القذائف الروسية أصابت مدينة بخموت ومواقع أوكرانية أخرى. كما أشار زيلينسكي إلى ضرورة إزالة أي فرصة لروسيا لممارسة الضغوط على أوكرانيا وأوروبا لاستعادة وقف إطلاق النار والأمن والسلام. أعلنت وزارة المالية الأمريكية أن ممثلي وزارة الخزانة وزملائهم في أوروبا سيناقشون الأسبوع المقبل العقوبات الغربية ضد روسيا. ومن المقرر أن يزور مساعد وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية بن هاريس كل من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا، وبدورها ستكون مساعدة رئيس وزراء المالية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ في بروكسل للقاء زملائهم من الاتحاد الأوروبي.
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من يناير لبحث الوضع في أوكرانيا، ووفقا لبرنامج عمل لمجلس الأمن سيعقد الاجتماع بعد الظهر في شكل جلسة احتياطية تحت عنوان حفظ السلام والأمن في أوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية. وتتولى اليابان الرئاسة الدولية لمجلس الأمن الدولي لشهر يناير العام 2023. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها ستبدأ خلال الشهر الجاري تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام منظومات باتريوت، مشيرة إلى أن عملية التدريب ستستمر عدة أشهر. وأضافت الوزارة أن التدريب على استخدام منظومات الدفاع الجوي من طراز باتريوت عملية طويلة نسبيا ولا يمكن إنجازها بسرعة. وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا بدء الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا. أدى الجمهوري كيفن ماكارثي اليمين الدستوري رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، وتعهد ماكارثي بالعمل على تحقيق اقتصاد قوي لصالح المواطنين الأمريكيين. من جانبه هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيم الجمهوريين وأبدى استعداده للعمل معهم إذا كانوا مستعدين للعمل معه. في الجولة 15 من التصويت فاز زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن ماكارثي برئاسة مجلس النواب الأمريكي، وذلك بعد تقديم تنازلات موسعة لمجموعة من اليمينيين، وبعد أطول سلسلة من عمليات الاقتراع منذ عام 1859. حصل ماكارثي على 216 صوتاً، إذ استطاع أن ينتخب بأصوات أقل من نصف أعضاء مجلس النواب فقط، لأن خمسة في حزبه حجبوا أصواتهم ولم يؤيدوه كزعيم، ولكنهم لم يصوتوا لمنافس آخر أيضاً. وبعد فوزه مباشرة هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيم الجمهوريين وأبدى استعداده للعمل معهم إذ كانوا مستعدين للعمل معه، ودعاه إلى الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين. عانى ماكارثي البالغ من العمر 57 عاما عندما امتنع النائب مات جايتس عن التصويت في الاقتراع 14، لكن فوزه في الاقتراع 15 وضع حدا لأعمق خلل وظيفي في الكونغرس منذ 160 عاما. وسبقت عملية التصويت النهائي لحظات مأساوية في مجلس النواب، إذ تحولت معركة الجمهوريين إلى مواجهات. فبعد هزيمة ماكارثي في الاقتراع 14 سار بسرعة إلى الجزء الخلفي من قاعة مجلس النواب، وواجه مات جايتس من فلوريدا أحد أشد منتقديه في صورة ترسم الصعوبات التي سيواجهها في قيادة أغلبية ضيقة ومستقطبة بشدة. ووافق ماكارثي على مطلب من قبل اليمينيين ينص على أن أي مشروع تكون له القدرة على الدعوة لإزالة ماكارثي في أي وقت، ما سيؤدي ذلك إلى تقنين سلطته عند محاولة تمرير تشريعات تتعلق بقضايا حاسمة بما في ذلك تمويل الحكومة ومعالجة سقف الديون الذي يلوح في الأفق والأزمات الأخرى التي قد تنشأ. لكن قد تشير هذه التنازلات بما في ذلك التخفيضات الحادة في الإنفاق والقيود الأخرى على قيادة ماكارثي إلى مزيد من الاضطرابات في الأشهر المقبلة، خاصة عندما يحتاج الكونغرس إلى الموافقة على زيادة أخرى في سلطة الاقتراض البالغة 31 تريليوناً و400 مليون دولار.
ويبلغ كيفن ماكارثي 57 عاما وهو خريج جامعة كاليفورنيا بتخصص إدارة الأعمال. وصرح رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي لوينيد سلوتسكي بأن انتخاب كيفن ماكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي يعطي الجمهوريين فرصة للتأثير على نهاية الأزمة الأوكرانية. وأضاف المسؤول الروسي أن هذا التأثير إن لم يكن من أجل السلام في حد ذاته فإنه من أجل الحصول على نقاط سياسية، مشيرا إلى أن ماكارثي صرح بأنه سيصر على تعزيز السيطرة على النفقات العسكرية بما في ذلك الإنفاق العسكري في أوكرانيا. قال السيناتور الروسي أوليكسي بوشكوف إن رفض ألمانيا لتزويدها بالغاز الروسي عبر خطوط السيل الشمالي تسبب في ظهور فجوة كبيرة في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف بوشكوف أن ألمانيا قضت على العلاقات القائمة على خلفية رفضها تزويدها بالغاز الروسي عبر السيل الشمالي، وتابع أن إمدادات الغاز كانت بمثابة الأساس لعلاقات خاصة بين موسكو وبرلين حتى أثناء الحرب الباردة. ساعد الشتاء المعتدل في إبقاء مخزونات الغاز عند مستويات صحية، كما تمتلئ المخزونات الأوروبية حاليا بنسبة 83%، وهو معدل أعلى من المتوسط في نفس الفترة بالخمس سنوات الماضية. جاء الشتاء الدافئ الذي تشهده أوروبا بمثابة الهدية للحكومات في القارة العجوز، حيث قللت من استهلاك الغاز وساعدت في انحصار أزمة الطاقة. وبعد أن وصلت أسعار الغاز لمستويات قياسية عند 343 يورو لكل ميجاوات في الساعة في أغسطس من العام الماضي، فإنها تراجعت حاليا إلى حوالي 43 يورو لكل ميجاوات في الساعة. وبعد الأسعار القياسية التي شهدتها أسعار الغاز في العام الماضي والمخاوف من أن الحكومات قد تلجأ إلى تقنين استهلاك الطاقة، فإن الشتاء المعتدل ساعدها في إبقاء المخزونات عند مستويات صحية. والمخزونات الأوروبية ممتلئة حاليا بنسبة 83%، وهو معدل أعلى من المتوسط في نفس الفترة بالخمس سنوات الماضية، حتى إن بعض الدول أرسلت كميات للتخزين في الأيام الأخيرة مع تراجع الطلب عليه. وفي ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا يبلغ مستوى تخزين الغاز 91% تقريبا، في حين بدأت برلين بالفعل في استيراد الغاز المسالي بشكل مباشر لأول مرة من الولايات المتحدة بعد تدشينها محطة عائمة لاستقبال حاملات الغاز المسال. دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال اجتماع طارئ مع خبراء ومسؤولين عن قطاع الصحة إلى نهج جريء وجذري لإيجاد حلول للأزمة الحادة التي يشهدها النظام الصحي في البلاد. وأمام خبراء الصحة ومسؤولي القطاع الذين استقبلهم في داونينج ستريت، اعتبر سوناك الذي جعل ملف الصحة واحدا من الأولويات الخمسة للعام الجديد، اعتبر أن الوضع القائم لن يحل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، ويعاني نظام الصحة العام نقصا في التمويل منذ سنوات في وقت يزيد فصل الشتاء من الصعوبات، إذ إن خدمات الطوارئ في المستشفيات مكتظة جراء حالات الإنفلونزا وكوفيد-19.
قالت السلطات المحلية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب 57 آخرون في تصادم لقطاري أنفاق في مدينة مكسيكو سيتي. وشهد المترو وقوع عدد من الحوادث في السنوات الماضية، كان أخطرها انهيار جسر للسكك الحديدية في مايو عام 2021 على الخط 12، مما أدى لمقتل 26 شخصا وإصابة ما يزيد على 60 آخرين. وكانت أوجه القصور في إجراءات الصيانة أحد أسباب ذلك الحادث. ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شركة تويتر أجرت مزيدا من تخفيضات للعمالة في فرق الثقة والأمان الذي يتعامل مع الإشراف على المحتوى العالمي وفي الوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن ما لا يقل عن 10 تخفيضات أخرى أثرت على العاملين في مكاتب الشركة في سنغافورة. أصدرت تايلاند تعليمات إلى شركات الطيران التي تسافر إليها بأن تحدد إجراءات السفر والوصول الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد الاثنين. وتلزم التعليمات جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بتقديم شهادات تطعيم خاصة بهم لشركات الطيران تفيد بحصولهم على جرعتين على الأقل من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة. وتم وضع إجراءات السفر الجديدة لتتناسب مع وصول السائحين الصينيين يوم الاثنين المقبل، بعد أن أزالت الحكومة الصينية عددا من قيود السفر الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك الحجر الصحي الإجباري عند العودة إلى الصين. فتحت الصين حدودها اليوم الأحد مع هونغ كونغ مع تطبيق إلغاء الحجر الصحي للقادمين من الخارج للمرة الأولى منذ 3 سنوات بعد انتشار جائحة فيروس كورونا. وقال مجلس الدولة الصيني إنه سيتم استئناف عمليات السفر بشكل تدريجي ومنظم معه إلغاء الحجر الصحي الإلزامي للوافدين من الخارج. بعد أن أنهت سياستها الصارمة الخاصة بصفر كوفيد، قررت الصين فتح حدودها أمام الدول الأجنبية لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات، وإلغاء قواعد الحجر الصحي المرتبطة بمكافحة كورونا على المسافرين الوافدين. كذلك قررت الصين إعادة فتح حدودها مع هونغ كونغ. فعلى مدار الشهر الماضي شهدت الصين تحولاً في نظام صفر كوفيد بعد احتجاجات غير مسبوقة ضد سياسة شملت اختبارات متكررة وقيوداً على الحركة وعمليات إغلاق واسعة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الصيني. بينما يأمل مستثمرون في أن تؤدي إعادة الفتح في نهاية المطاف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من أدنى معدل نمو له منذ ما يقرب من نصف قرن. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن قرار الصين بإلغاء القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية عزز ثقة العديد من الشركات بشكل سيسهم في تيسير الأعمال التجارية. لكن على أثر الإجراءات الصينية، شهدت البلاد موجة إصابات غير مسبوقة منذ 3 سنوات، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى حث دوله الأعضاء على إجراء اختبارات للمسافرين القادمين من الصين للكشف عن فيروس كورونا.
فيما انتشرت المخاوف في الصين وعلى الساحة الدولية من تفشٍ جديد لكورونا في البلاد، مع بدء الصينيين حركة تنقلات سنوية واسعة قبل حلول رأس السنة القمرية الجديدة، وتمتد حركة التنقلات لنحو 40 يوماً قبل العطلة التي تبدأ رسمياً في 21 من يناير، وكانت توصف قبل الجائحة بأنها أكبر انتقالات سنوية للبشر في العالم، وتستعد فيها البلاد لزيادة هائلة في أعداد المسافرين. ورياضيا مشاهدينا، حيث حقق فريق بيراميدز فوزا ثمينا على ضيفه غزل المحلة بربعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع 12 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 23 نقطة ليتقدم مركزا واحدا ويصبح في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند 18 نقطة متراجعا مركزا واحدا ليصبح في المركز السادس. حقق المصري البورسعيدي فوزا صعبا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة 12 من الدوري الممتاز. تقدم إلياس الجلاسي للمصري في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، وعدل اللاعب عبد الله النتيجة لصالح الاتحاد في الدقيقة 59 من ضربة رأسية، ونجح مروان حمدي في تسجيل الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة 74 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. هذا الفوز هو الرابع خلال الموسم الحالي المصري ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، بينما تكبد الاتحاد السكندري الخسارة السادسة له في الدور ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن غزل المحلة صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط. فاز فيوتشر على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز. سجل هدفي سيراميكا كليوباترا جابر في الدقيقة الأولى وجون إيبكو في الدقيقة 45، فيما سجل ثلاثية فيوتشر جوزيف نوجيم في الدقيقة 27 ومحمد رضا في الدقيقة 46 وعمر كمال في الدقيقة 65 ليرفع فريق فيوتشر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني. تقام اليوم أربع مباريات في الجولة 12 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق حرس الحدود مع الإسماعيلي، ويحل فريق أسوان ضيفا على البنك الأهلي، يواجه سموحة ضيفه فاركو، ويلعب فريق طلع الجيش مع ضيفه المقاولون العرب. عن حالة الطقس مشاهدينا، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس لطيف نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة.
ختام نشرة السادسة مشاهدينا، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا توادرس للاطمئنان على صحته. القوات الروسية تكثف قصفها لعدة مناطق أوكرانية بعد انتهاء الهدنة التي أعلنتها موسكو بمناسبة أعياد الميلاد. الصين تعيد فتح حدودها بعد مضي 3 سنوات على القيود التي فرضتها بسبب جائحة فيروس كورونا. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي أنا حور محمد. إلى اللقاء.